في كل دولة هناك أساطير لكرة القدم، واحد من هذه الكويت هو الفارس الأسمر فتحي كميل. افرشوا البساط الأحمر وافسحوا كل المجال وارفعوا اللوحة البيضاء الأكبر، ثم اكتبوا: عودا حميدا يا فارسنا الأسمر، عودا حميدا يا فتحي كميل، يا صانع ابتسامة الأفراح الكويتية في كل الأزمان. الآن نعيد نفس الابتسامة بعودتك سالما غانما معافى. أهلا بك في الأمس، وأهلا بك اليوم، وسلامة أنفاسك أيها الأغلى في الأيام. فتحي كميل، حمدا لله على سلامتك أيها الفارس.
الدار يا عمود البيت يلي باسمك اهتفت الكويت ساكن محبة وقلوب كل بيت لجلك من قلبي أنا غنيت نورت الدار يا عمود البيت يلي باسمك اهتفت الكويت شغل محبة وقلوب كل بيت لجلك من قلبي أنا يا سامعين قولوا آمين وادعي الله من كل شر يحافظك وتبقى دوم بخير الحمد لله عالسلامة نورت قلوبنا بردتك حيل نورت الديرة يا أبو فيصل يا فارسنا فتحك عادة في وكالات أنباء بيعطيكم الخبر لحظة بلحظة أنا أعطيتكم الفقرة قبل ما تصير إذن في كل دولة هناك أساطير لكرة القدم ومن أساطير الكويت ما شاء الله كتار موجودين هون لكن هناك تحية خاطئة للفارس الأسمر فتحي كميل السيد عصام الصقر سيكرم السيد فتحي كميل تفضل حبيبي تكون سيدنا تحية للنجم الكبير فتحي كميل